دابا غيخرج بصراحة مؤقت مي غاداش الوطن لا اله الا الله لا اله الا الله بغينا سيدنا يتدخل بغينا سيدنا حنا راه ولاد كنزيد حنا راه كنشوف واش واش حاول 1300 عصره في ولاد يبقوا عند عصره كريلان جولدن بيت 6000 ديال البشر كنجمع 60 مليون هاد 90 مليون اللي عاطي كاين عاطي 120 مليون كاين عاطي 200 مليون كاين عاطي 200 مليون كاين عاطي 200 مليون شاري ثلاثه البرطات عاطي 200 مليون غادي يضمن لي شي واحد نعم كلا عطي 260 مليون 5 ابارتمانات 240 مليون 240 مليون لعيبة في حاطة هادي حتى شوف طلق منه طلق منه هذاك فيس سميتو بوحدو هذاك انت مالك من الصباح هو كاهر في عباد الله سير راسك بعقلك الله يرضيك شوف 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 بعد منه بعد منه بعد منه بعد منه ما صوب نصبح هو كاير فيهم المهم انا نقول لكم غادي نطلعوا نحفروا القبر ديالنا في المنصوريه نحفروا القبر ديال تما نحفروا تما القبر ويدي خرج هو دفنونا حنا ويدي المحيط الازرق غتولي مقبره ضحايا وداديات المحيط الازرق المنصوريه المنصوريه وداديات المحيط الازرق المنصوريه تعالوا لينا الورادي غادي تولي باعوا لينا الوهم لو في الورادي تلينا رزقنا عباد الله وعباد الله وتلينا مكتب وتلينا مكتب شي ولا كنا ودادية على الناس صلاح مؤقت الله يخليك اصبع الى ما قلنا كاع الاخوان اخواتي هبطوا دابا هبطوا بالسياره حنا عندنا دي سعودي غربيه صافي حنا غنبداو نسوقوا سيرتي شريف ويدادي يبقوا يحضروا هبطوا المغرب هادشي اللي كاين قطعوا الطياره وهبطوا هبطوا المغرب خرجوا صلاح وهبطوا تما غنموتوا فينا ما تسقناش حنا غنموتوا في المشروع ديالنا نموت على رزق ولادنا رزق ولادنا حافظوا تمايا وصقنا الشعب وهبطوا هبطوا بلادكم هبطوا قوانينكم راه كل شيء انتهى يا بابا وهبطوا كل شيء هبط كل شيء رئيس الدكتور كل شيء غادي يمشي وصلنا الشعب العام يا مخلوق على بلادنا بس الناس بالتصويره وكل شيء مشى ليها وانا اللي خصني نحيي لسبابك وانا اللي خصني نحيي لسبابك وانا اللي ضيعتك اختي انا 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 وانا اللي شريت لها خويا انا اللي واحد القضيه اللي خصكم تعرفوا القاضي القاضي اللي صرح لي اليوم وعطاه الملتمس راه خرج اليوم خرج عندنا
لينا الشمس خرجنا وسكنا على المؤتمر ياخذوا تيزان في راسهم من الداخل وتبوحه كيعلمونا النصب هاد الناس كيشجعوا الناس وخمسوا هاد الصراح مع القتل وكل شيء مشى لينا وكل اخواني يجيو إذن مشاهدي قناة شوف تيفي انتم كتتابعوا معنا المباشر من أمام محكمة سينا في مدينة الدار البيضاء في أكبر عملية النصب اللي تعرضوا لها مهاجرين مغاربة ومغاربة ديال أرض الوطن يعني كاين اللي مشات ل 260 مليون المجموع ديال عملية النصب في إحدى الإقامات اللي كتواجد في المنصورية المسمى المحيط ودادية المحيط الأزرق الأطلنطيك بيتش هذو الناس اللي شراو تموت نصب عليهم شحال من مليار في المجموع 67 مليار 67 مليار اللي دخل لا ما نحسبوا الكريدي بونكار ديال 10 ديال المليار اللي داها معاه هي 77 شوفوا الأرقام الكبيرة اللي تم النصب عليهم وتحكم عليه ب 10 سنين هادشي اللي قالوا ودابا سمعوا أخبار بأنه غادي يخرج بصراح مؤقت فهادشي اللي خلى الناس أنهم ما يتقبلوش هذا الحكم يعني كيطالبوا من الاخوان ديالهم اللي كيتواجدوا في الدول الاوروبيه بالالتحاق بارض الوطن لان الرزق ديالهم مشى لهم الناس كاين اللي خايد كريدي كاين اللي خايد دار مغادره طوعيه يعني باش يخرج من العمل ديالو ويخلص لابارتوم لانه كيطلب منهم انهم يخلصوا كاش فهذه من اكبر العمليات ديال النصب فينا من المسؤولين اللي خاصهم يراقبوا بحال هاد النصابة بحال هاد الشركات الوهمية يعني حتى حاجة ما كاينة حتى حاجة ما واجدة فتم النصب عليهم فينا من المسؤولين ديال وزارة الإسكان والسلطات المحلية اللي خاصهم يراقبوا بحال هاد النصابة لأن شفنا العديد من الناس تنصب عليهم رزق ولادهم رزق ديال سنين ديال العمل والثمرة والفياق بكري والشتا والبرد في الأخير كيجي واحد كيدوز 10 سنين ديال الحبس وخلى 67 مليار خداها 77 يعني غادي يعيش يخرج يلقى 77 موجوده ولاد مبرعين فيها ولاد مزالط ياكلوا تماريج فلوسهم يعطوا ولاد مزالط انت قلتيها يعني 10 سنين وخا يدخل الحبس 77 مليار غادي يعيشوا بها نقدروا نقولوا جدود ولاد اول وحده لا تهضر في جرينلاند في جرينلاند في بن سليمان وعطوه رخصه اخرى ديال مسيتو الناس عطاوه رخصه سافر سيدي رحال حتى هي هو راه عنده مشكله في المحاكم ما عرفتش الناس كيفاش ما تيتحاسبوش معاه واش هو فوق القانون رجوه دابا حيت القضايا غتجمع عليه غتجمع عليه خصو يهرب بحالو قضيه جرينلاند قضيه جولدن بيتش قضيه المنصوريه هادو كاملين الناس على الله وتعطيو رخصه الرابعه كنبغي يعطيو رخصه الرابعه كون ما تخرج الحبس البنك كتقلب على رزقها حتى هي مع القضايا شادين الرشوه صحيحه لا لا يلاه علاش تسنى حتى الاخر غيمشي مغادره نهار 31 عنده المغادره عنده التلقى نهار 30 غنرجعو معاه حنا بغينا نعرفوا هذا الشيء واش حنا في الجلسه حنا في الجلسه وقالوا لنا اجلت الى 27 شهر واحد خرجوا الناس ومن بعد كيقول لك راه الشيء ملتمس اذا كاع هذاك الشيء اللي كنا كنسمعوه راه بصح كنا كنسمعوا القضاء الفاسد راه بصح لا ما قدرش فنتمنوا من الجميع يبارطاجي هذا الفيديو لان كاين مازال ضحايا اخرين كاين في الديار الاوروبيه علاش استغلوا الوباء استغلوا ان اصحاب الجاليه ما كاينينش استغلوا انهم ما يقدروش ياخذوا الفيزا ديالهم يهبطوا استغلوا المرض وحكموا على السيد خرجونا هنا وحكموا عليه لا بقاو كيتضربوا عباد الله فين غنمشيو فين غنمشيو حنا اتجهنا للقضاء وفي الاخر ما صبناش فين غنمشيو من بعد فين غنمشيو واش حنا نضيعوا في الرزق لعباد الله ماشي دايره الثانويه راه رئيسيه باش نسكنوا فيها اللي سكن رئيسي ماشي ثانوي الثانويه اللي باش نفرغوا فيها
كان راه حسابي كنتسناو فيه غندير. وشايف بلا الشركات الوهميه، الشركات الوهميه وتجي هي كتحف عليه ب 10 سنين وتجي تستناك ويقولوا لي صالح واقف. اش هاد الحكم؟ اش هاد الحكم ديال الضفاف؟ اش هاد البلاد هادي؟ انا ضفه وحده اللي هي ضفه الوطنيه. كيبغيو هاد الناس ما يمشيوش وحدين اخرين يديروا الوداديات ويشفروا فيها. انا ولد اربعه ديال الدراري خاصهم اذا العرسي شفر المريض وما تخافش من الحبس. سير شفر المريض وما تخافش من الحبس. ما تخافش من الحبس. ما تصبرش على مليون وجوج. شفر المريض وما تخافش من الحبس. شتت الفلوس، شتت الفلوس. حيت هذوك المناير هما اللي غادي تخدم بهم. المناير غادي تحطيهم صافي. مشاهدي قناة شوف تيفي، المهاجرين المواطنين المغاربة اللي كيطلبوا الإنصاف ديال جلالة الملك محمد السادس، لأن هذا السيد نصب عليهم يعني تقريبا ب 67 مليار 1200 ضحية اللي تنصب عليهم، وكاينين مازال ضحايا آخرين، يعني العديد من المشاريع اللي تم النصب على أصحاب ديك الشقق. كاينين الناس اللي داروا مغادرة طوعية باش ياخذوا الفلوس ديالهم، كيطلب منهم انهم يخلصوا كاش. الناس خلصوا 60 مليون، كاين اللي خلص 200 و 60 مليون، كاين اللي خلص، كاين اللي تبعت ليه الدار ديالو ثلاثه المرات، يعني الدار كانت ساويه 60 مليون ولات ساويه 180 مليون، تبعت ثلاثه المرات. فهذا الشيء اللي خلى الناس صراحه الله يكون في عوانهم، يعني باش تكون حياتك كامله وانت خدام كضرب ثمره كتجمع باش دير مستقبل لوليداتك، كتجي من ديار مهجر في الاخر كينصب لك واحد. حرام وعيب، حرام وعيب صراحة. او شد 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 هز التليفون، التليفون ديالو سيد. اسم المشروع اتلانتيك بيتش المنصوريه، فهادو الناس اللي شارين تما فنقولوا لهم بانكم تنصب عليكم في هذاك المشروع. ونجي الحبس على الارض المسكين ونهبط الحبس ونحمر على رجلي. انا ما نصبت على حد وما خونت لحد وهما الدولية واحنا بغينا يهبطونا وما يهبطونا ونجيو الحبس. نودي نودي اختي نودي نودي. لا اتقربص اتقربص. المواطنين المغاربة اليوم ياخذ المغربي دار لنا الصبارة يوم قطع المغربي. هذا الاخبار اللي عندنا. لا اله الا الله. المحامين ديالكم اللي قالوا لكم بانه غادي يخرج بصلاح مؤقت. يعني الناس كيقولوا بان المحامين داخل ديالهم قالوا لهم خبرهم بانه غادي يخرج بصراحة مؤقت. الجلسة مازال مازال خمسة غرفة. راه تأجلت 27 يناير. قالوا لنا راه تأجلت 27 جونفي. خرجنا تنتفاجئوا الأخبار تجي من الداخل أن شي محامين تيتعاطفوا معنا، جاو قالوا لنا راهو خرجوا بصراحة مؤقت. هادشي راه ماشي معقول. هادشي فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ عاد من غنلجؤوا؟ اللي كان القضاء ما تيسمعش. واخا نقتل شي حد أنا بقيت هنا. واخا نقتل شي حد أنا لا بقيت شي حد. واش القي ما يمشيش ليا وبلادي عباد الله وبلادنا وبلادنا وبلاد الحكرة وبلادنا وبلاد الصحة.
بارطاجيو عافاكم لا فيديو باش هاد الناس او باش هاد الخبر يوصل المواطنين اخرين كيتواجدوا في ديار المهجر اللي تنصب عليهم يعني في مشروع ديال اتلانتيك بيتش. Je viens de découvrir aujourd'hui qu'au Maroc, il n'y a pas de justice. On nous a fait un tour de passe-passe. On nous a fait croire qu'il allait y avoir un jugement qui allait être envoyé en appel. Finalement, le jugement a eu lieu en notre absence pour éviter justement qu'on ne se plaigne et qu'il y ait des situations comme celle-ci. Aujourd'hui, au Maroc, je me rends compte que finalement, mon rêve, il est écrasé. Je suis marocaine, je suis fière d'être marocaine, mais je suis dégoûtée de notre système judiciaire parce que chacun essaie de gratter sa part du gâteau. Alors j'en appelle à tous ceux qui voient cette vidéo, relayez au maximum. Sur Twitter, sur Snapchat, sur Facebook, il faut que le gouvernement nous entende, il faut que le roi agisse, il faut que tout le monde fasse quelque chose pour éviter ce genre de situation, pour que les Marocains résidents à l'étranger ne soient pas victimes à chaque fois. Merci de votre aide, merci beaucoup. سما باس ما غيبقاوش يتباعوا، ما بقاوش يتباعوا من لي زابارتومون بسبب هذا النصب، هذا النصب ديال العقار، ودابا غطرا مشكلة، غتبقى الاحتجاجات قدام السفارات، تدخل ديال وزارة الإسكان، وحتى على حقه، 80% من الناس ديال الجالية اللي جارين، ما خلاو حتى بلاد أمريكان، كندا، بلجيكا، بأي بلاصة، ما خلاو حتى بلاد في الخليج، غنبشوها، لأن هادشي بزاف، هادشي ماشي قانوني، ماشي هذا المشروع ديالكم، راه العدد ديال المشاريع. واش حتى واحد ما قادر يحاسبوا هذا؟ ما كتكلمش على نفس الشخص، كاينين شركات اخرين اللي نصبوا على ناس مهاجرين. العقار منطقة بن سليمان في العقار اليوم لا وداديات لا بروتوكول لا والو. باب دار قليل بن سليمان كل ديك الطوارية. راه ودادية الرمال الذهبية الرئيس ديالها تا هو راه في الحبس. هذيك المنطقة كلها فيها الناس بالاحتيال. السلطة ما كايناش. والناس ما كيخافوش مولاهم. السلطة ما كايناش. ما كيخافوش الله. السلطة كاينة ما غاديش يديروا هذاك الشيء. الناس ماتوا، الناس تيتسموا، الناس طلقوا، والوراد يخرجوا صبر بالفلوس. ودابا فهموها انتم. دابا شكون قال لكم بانه خرج؟ قالت من المحامين. المحامين ديالكم اللي كاينين. حنا قالوا لنا. المحامي قال لك راه غريب. في الجلسه قالوا لنا حتى لو 27 في الجلسه قالوا لكم لو 27 يعني باش خرجونا بالزز. خرجونا وفي الاخر حكموا. صراحه ما عقلتش اش كيشجعوا دابا هاد الناس؟ لا ولكن شنو هو تلفتوني هذه صراحة مؤقت ولكن كاين غيكون شي كارونتي ولا شنو؟ ما كاينش شي كارونتي كون كان غادي يحكموا علينا بسيزي ولا يحكموا بسيزي غادي يرجعها هو شحال غادي كيقول لهم ما عنديش الفلوس ما بقاش عندي الفلوس فين مشاو الفلوس؟ 67 مليار كاين لا الفرق ديال ما بين المشروع باش غيطلعوا الفلوس اللي دخل 25 مليار اللي داعي عباد الله فينا هي والبنك ما عادش شوفوا ولادو شوفوا الزوج ديالو شوفوا العائله ديالو معاه هو خدام راه ما خلي حتى حاجه في جيبو حتى حاجه ما عنده في الكونت ديالو راه كانوا خدامين في وزاره الماليه راه شفت راه خدام في وزاره الماليه راه نيه مبينه هو اللي معاه في المكتب ديالو من وزاره الماليه على حسب هادشي اللي قلتو بانه كان متعمد انه ينصب مافيا راه ديك الكاطعي مافيا واش محكمه بالسيمات من كبير هذاك الشيء مبني اللي بنى الكوابيس ما دايرهمش من الاول من النهار الاول ناوي عارف ما يكملش عارف ما يكملش من النهار الاول القوادس ما دوزهمش وتوزع الباطيمات. كيتباع كيتباعوا بدوبلين، سافو دير كاينه 100 شفره، ماشي تباعوا 2013 انا كنعرف الناس معانا 2013 شاريين جوج ثلاثه في بارطمان واحده. كاينه 884 دار بايع 1200 واحد. 1200 واحد 884 دار. 834 اليوم دخلت معاكم. 884 دار شحال شحال الفرق اللي بقى؟ وانت تسبق تسبيق اليوم شي 400 ونص شي 400 واحد اللي زايد شي وحدين اللي دازيستاو ما ردش لهم فلوسهم شي وحدين جراو عليهم حيت هضروا معاه بيع دابا بارطمان دايره 6 مليون ولا مبيوعه 180 مليون 180 كاين الدار اللي مبيوعه ثلاثة المرات 180 مليون وتيقول ما عندوش باش يكمل اذا المشروع خصو 15 مليار باش تكمل وكاينه 15 مليار و600 مليون البنك اللي خصك ترد لها خصنا دابا 25 مليار باش نكملوا هذا المشروع هو خارج دابا طويل ما عندو لا دار لا بارطمان لا فيلا لا والو هذا السيد كان خدام في وزاره الماليه هو وربعه ثلاثه اربعه الناس وداروا هذا الشيء الوداديات من 2004
انت تكروا غادي يخليو لك شي ريال هنا في سميت مراتو. يعني عارف ما يدير. هادو الفلوس راه في اسبانيا ولا في الميريكان ولا في افريقيا ولا هاد النصب هذا كيتعاود وكيتعاود وكيتعاود امام مرأة ديال القانون. ماشي غير انتوما راه كاين الناس كيفاش دوك كيشجعوا النصابه كيشجعوا الناس يسمو باب دارنا شركة ديال باب دارنا هادوك هما العديد من الضحايا هادو العديد من الضحايا ميم سيناريو كيتعاود وفين هي السلطه تاع عباد كاينه 300 دار 300 فيلا بيعهم تقريبا 180 مليون جرينلاند بن سليمان من 2007 والناس تيتسناو داو تقريبا 160 170 مليون لواحد والله تغرجعوا عندنا وثائق جداد والله تغرجعوا شتي هذاك الحبس غادي يموت فيه والله تغرجعوا باقيين شكايات جداد باقيين وثائق جداد باقي هذه المره غادي يمشي جنايات تكوين عصابه غادي يمشيو للجنحي غادي يمشيو للجنايات دابا عشرات الشركات الوهميه غادي نوقفوا عليها ورزقنا والله تناخذوه وحنا حرين حنا مواطنين اشرف اشرف مواطنين اشرف وحرين وغنرجعوا يجمع هاد الفلوس كاين اللي ما تفرحوش كاين اللي ما عرفتش شنو ما تفرحوش انه حنا نحن المحارب شوف دابا دابا ما بقيتش انا كنقلب على رزقي وليت كنحارب الفساد غادي نحارب الفساد ونتبعكم يا المفسدين وهذا القادم اللي دار هادشي نهار التقاعد ديالو الله ياخذ فيه الحق الله يجعلو ياخذ دابا انتم المحامين باقي المحامين ما خرجش عندكم لا اتصلوا بنا كان المحامي ديالو اتصلوا بنا هاتفيا قالوا لنا بان راه حدا صلاح مؤقت بغينا نفهموا هادشي غير مفهوم صراحه انا مفهوم شي شحال فيكتيم واحد خارج غيتبرع بفلوسنا ما فهمتش بفلوسنا كان كيحاربنا وبفلوسنا غيتبرع وتا 1300 وهاد 1300 اللي كندويو عليها راه شخص عاد باش تزيد عائلات ديالهم اللي ضيعوا 8 سنين من حياتهم اصاحبي وما فهمتش انا هاد القانون هذا اش كينصف واش كينصف النصابه ما فهمتش وفواك عباد الله حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس حنا غدا غنمشيو عند الضو الا خرجوا غدا غنكونوا تما بالضو حاجين من بلا الجاليه وغدا غنكونوا تما بالضو اما عطينا فلوسنا اميك بعد ما يكمل عنده زيرو ديغام ان شاء الله خمس لعبوه وباغين المغرب يتقدم ويدير ليه بروجي ونجيبو ليه زانفستيسور باش بهاد الشفاره وبهاد المغرب بهاد النصابه ما هادوك ما تزيد القدام النصابه 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 ما غاتزيد هاد البلاد النصابه باش نجيبو ليه زانفستيسور لهاد البلاد ينصبو عليهم ويجيو لهاد الكمال بلاد ما كاينش محاسبه اذا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نوصلوا نهايه هذا المباشر تقريبا المباشر الاول كانت فيه ساعه قربناكم من الحدث من الاول ديالو الى الاخر ديالو الله يعوضهم خير يا ربي والله يسمعهم خبر الخير لان الدموع ديال النساء اللي ضربوا تمارة على اولادهم وبغاو يضمنوا لهم واحد المستقبل كيجي واحد نصاب يعني كان خدام في وزاره الماليه هو وبعض الاصدقاء ديالو كونوا ولاديه وعطاو لا لا يلا 60 مليار هو حجم والقدر ديال المال اللي دا لهاد الناس يعني سمعتوا بان 850 انا صافي الارقام تلفون اليوم صراحه الناس اللي شارين 1200 والشقاق 850 وقيلا يعني كاين واحد الفرق ديال 400 ولا 300 ديال الناس اللي شراو البارتمون يعني مضوبل على ثلاثه واحد شاري دارو لقاها مبيوعه ثلاثه المرات من فوق هو يعني 180 مليون ولات الدار ساويه هذا في المشروع ديال اتلانتيك بيتش منطقة المنصورية الله يسمعهم خبر الخير يا ربي والله يعوضهم خير ونتمناو ياخذ العقاب اللي يستاهلوا والناس هما يتعوضوا يعني في الرزق ديالهم إذا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.